تدفع التهم عنها الصين ومتهموها كثر، مفبركة كل الاتهامات التي وجهت إليها بهجوم إلكتروني على شركة مايكروسوفت. استهدفت العملية في آذار مارس الماضي خوادم مايكروسوفت إكسشانج، منصة البريد الإلكتروني التي تستخدمها شركات في جميع أنحاء العالم. تتهمها أمريكا وتنضم إليها نيوزيلندا وعدد من الدول الوازنة، ذاك صنع صيني. اليوم تنضم مجموعة غير مسبوقة من الحلفاء والشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا واليابان وحلف الشمال الأطلسي إلى الولايات المتحدة، في فضح وانتقاد الأنشطة السبرانية الخبيثة للصين. تلك الإدانات تحتاج إلى أدلة، غير ذلك فهو برأيها تشويه خبيث لا يخلو من ظل سياسي. لقد حشدت الولايات المتحدة حلفائها للقيام بانتقادات غير معقولة ضد الصين بشأن قضية الأمن السيبراني، وهذه الخطوة ملفقة ومدفوعة بالكامل بأغراض سياسية. من أستراليا تتهم السفارة الصينية أمريكا بأنها بطلة العالم في الهجمات الإلكترونية الخبيثة، فقد اتهمها الرئيس جو بايدن بحماية منفذي هذه الهجمات السبرانية وتأمين وسائل لهم لتنفيذها. إنها لا تختلف عن روسيا في نظره، ولا يبدو أن أمريكا ستتغير في النظر الصيني كثيرا في قياداتها القديمة والحديثة.